في بحثنا الدائم عن الجودة المثالية تحقق أجواء آمال الكثيرين. وعندما يأتي وقت الاختبار النهائي يحظى بالنجاح أصحاب المثابرة والعمل الدؤوب الذين يطلعون لمستويات مجموعة أجواء القياسية. فهناك من يسعى وعينه على الأرباح لتحقيق المكاسب المالية فقط، بعيداً عن كل المواصفات والمعايير المطلوبة ودون النظر لجودة منتجاته. أما نحن في أجواء، وانطلاقاً من حرصنا الدائم والتزامنا المستمر بتقديم ما هو الأفضل والأقرب إلى اختيار المستهلك، فإننا نرفض كل شيء دون مستوياتنا القياسية. فالذين ينتجون أفضل المحاصيل سوف نصلهم عبر آلاف الأميال، واثقين بعطائهم يحصد منا الفرحة والشعور بالرضا عن تفوق إنتاجهم. من الحقل إلى المستهلك، لا تدع أجواء مجالاً للصدفة. تفحص وتفتش وتدقق عن اليد التي تبدع للحصول على أفخر أنواع الأرز في العالم. تتابع شحناتها الثمينة منذ المراحل الأولى للإنتاج، وعندما يأتي الوقت لمغادرة شواطئ الهند يسافر الأرز البسمة الفاخر عبر البحار في سلام إلى المملكة العربية السعودية، موطن أجواء الأصيل. فأجواء هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك المصانع والمرافق لمعالجة وتنقية الأرز حبة بحبة وبأفضل الأنظمة، يميزها الإقبال الكبير على منتجاتها دون الآخرين. أرز أجواء، الأرز البسمة الفاخر، تعبئة سعودية. وتأتي المكافأة لأجواء مع لحظة الاختيار. فكل وجبة تمنح القيمة الغذائية المثلى والصحة للأمة وأجيال المستقبل الواعد. من حقول الأرز البعيدة إلى المرافق والمصانع حتى موائد الأسر السعيدة، أرز بسمتي من أجواء، تقيد تام بمعايير الجودة على الدوام.